احنا استعرضنا كده فيديو جراف عن كريم فؤاد، ولو جيت بصيت للارقام شويه، ارقام كريم فؤاد يمكن هي اللي خلت بعض الناس تستغرب فكره هنا هو ليه ما انضمش لمعسكر المنتخب يا كريم. يعني دي كانت نقطه ناس عن يعني عادي بتتساءل، مش عايز تكون تعترض، حاجه بتحصل مش فاهم هي حصلت ليه فبتتساءل، موضوع طبيعي جدا. فناس كانت عايز تفهم هو ليه كريم فؤاد مع هذا التالق وهذه الارقام ما راحش مع المنتخب المعسكر ليه. على كل حال اللي اتقال او فيتوريا لو هنتكلم تحديدا قال ان هو عنده وجهه نظر مختلفه، هو قال ان هو معجب جدا باداء كريم فؤاد، وكان يعني كان معاهم كده كده في المعسكر اللي فات وهو عايز يشوف عناصر جديده، ده اللي فيتوريا يعني صرح بيه. من حق فيتوريا ان هو يتكلم بهذه وجهه النظر او بهذا المنطق، اه من حقه لان هو المدير الفني واكيد هو ليه وجهه نظر او رؤيه معينه، احنا مش لازم نكون بنتفق فيها او بنختلف، بس لازم نؤمن ان هو بيتخذ القرارات السليمه فور ذا رايت تايم او يعني في الوقت اللي احنا فيه ده حاليا. بعد كده بقى بنبتدي لو الناس عايزه تحاسب القرارات دي صح ولا غلط بتحاسب بعد كده، والحساب ده بيكون بناء على الاداء بناء على النتيجه في الاول وفي الاخر. على كل حال من وجهة نظري أنا أعتقد أن كريم هيكون في المعسكرات بإذن الله اللي جاية، نتوقع يعني ده وبشكل أكيد أساسي. وخليني أقول لحضراتكم برضو الجهاز الفني الأهلي منح مفروض اللاعبين الدوليين راحة خلاص سلبية من التدريبات لغاية بقى المعسكر بتاع المنتخب اللي هيبدأ إن شاء الله بكرة، هم طبعا تحديدا كده الشناوي وأكرم توفيق ومحمود متولي وعبد القادر وطاهر وأفشة وشريف وحمدي فتحي. فبالتوفيق في الفترة اللي جاية، فترة صعبة، فترة مضغوطة، فترة تقيلة، لكن إن شاء الله خير. احنا دايما متفائلين بالذات الموسم ده يعني اللي هنتكلم. يا سلام بقى، انا هود لما نرجع نشوف المنتخب بتاعنا بالشكل اللي احنا اتعودنا نشوف عليه منتخب مصر، ده من كذا سنه بقى بعيده يا كريم، ما هياش حاجه قريبه يعني برضه. هو من قله اللعيبه، ما احنا عندنا عناصر زي الفل. انت عماله تتكلمي هو على عنصر واحد من العناصر اللي اثار يعني شيء من الجدل، فكره انه ما انضمش للمنتخب ولا لا. معاكي طبعا، اكيد المدير الفني هو المسؤول عن قراراته طبعا، لكن احنا في الاخر هنقول ايه؟ العبره بالخواتيم، الخواتيم عندنا اللي هي اللي احنا هنشوفه في نهايه المطاف، ايا كانت العناصر اللي هيتم اختيارها. بطبيعه الحال المفروض ان اي لعيب قادم من اي نادي ايا كان عشان ينضم ويلبس تيشيرت المنتخب الوطني المنتخب المصري اكيد هو على قدر كافي من تحمل المسؤوليه. فاحنا عايزين نشوف بقى ترجمه عمليه للكلام ده كله في صوره لعب حلو وماتشات حلوه، نرجع نفخر تاني واحنا بنتابع اي ماتش ليه منتخبنا القومي.